حزب الله استطاع أن يستوعب كل هذه الضربات. وأكرر هو الآن صاحب المبادرة. صاحب المبادرة هذا يعني يبين طبعاً. على أنه حتى موضوع الاغتيالات أنا أتوقع هو فيه مناورة كبيرة جدا من قبل حزب الله واستطاع أن يعني قصدك المناورة اللي تتحدث عن اغتيال هاشم صفي الدين وعن اغتيال أحسنت إبراهيم عقيل وقاني قاني بالمناسبة ذكرت قاني مقتال هاشم صفي الدين قاني ومجموعة مستشارين الصهاينة هم تحدثوا عن انه احنا اغتالينا هاشم صفي الدين. المفاجأة بعد اعتقد بكرة او بعد بكرة راح تظهر نتائج عظيمة. هاشم صفي الدين موجود هسه احنا ما نستعجل هسه هاشم صفي الدين موجود ما نستهلك الاخبار لا قد تظهر لا نستهلك هاشم صفي الدين موجود بحفظ الله موجود تمام لا خلاص لا يذهب سيد الا وينهى سيد بدلا عنه باذن الله.